أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا شاب ولي أم تحب أن أهديها هدية في عيد الأم، فهل يجوز لي إهداؤها؟ لا، أخبرها أن هذا لا يجوز، تخصيص عيد للأم هذا عند الكفار اللي ما يعرفون الأم إلا يوم واحد، يعني يجعلون لها عيد. أما نحن والأم ولله الحمد نعرفها في كل الأيام ونخدمها ونطيعها، ما نخصص يوم فقط للأم أو للمرأة أو ما أشبه ذلك، يوم المرأة يوم، الإسلام ما يخصص أيام. نعم.